يقام مؤتمر ومعرض البحرين الافتراضية 2020 يومي السبت والأحد الموافقين للخامس عشر والسادس عشر من سبتمبر تحت رعاية السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبتنظيم من شركة وورك سمارت لإدارة الفعاليات وجمعية البحرين لشركات التكنولوجيا. وللتعرف أكثر على هذه الفعالية معنا عبر الهاتف السيد عبيدلي العبيدلي رئيس جمعية البحرين لشركات التكنولوجيا. مساء الخير سيد عبيدلي، ولو نتعرف أكثر على طبيعة فعالية البحرين الافتراضية 2020 وما هي أبرز المحاور والقطاعات التي ستغطيها هذه الفعالية؟ أولا مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين والمستمعين، وأنا سعيد جدا بهذه المناسبة. أهلا بك. الفعالية في حد ذاتها هي الحقيقة استجابة طبيعية ومنطقية لجهود البحرين في التأقلم والحفاظ على وتيرة حركة المجتمع في ضوء وجود أو يعني ما طرأ من ويسمى كوفيد-19. نعم. نحن الآن كمجتمع حي وديناميكي تفاعل بمستجدات كوفيد-19 بحيث أنه يواصل أنشطته سواء التجارية أو المجتمعية أو السياسية أو الاقتصادية. فبالتالي هي عبارة عن يعني فعالية تستمر لمدة يومين، تشارك فيها منظمات المجتمع المدني ووزارات الحكومة، وطبعا من جهة الدولة هناك الأستاذ محمد القائد، ومن جهتنا احنا في عندنا الجمعية ومجموعة من الشركات. ستتوزع محاور الفعالية على مجموعة من المحاور سواء فيما يتعلق بأداء الحكومة أو بأداء يعني القطاع الصحي أو القطاع التجاري أو القطاع الاقتصادي أو القطاع التعليمي أو القطاع الصحي. وبالتالي ستكون هناك نوع من يعني الحقيقة المحاولة لخلق حوار يعني يضيء على ما قامت فيه البحرين خلال الستة أشهر الماضية فيما يتعلق بقدرتها على استمرارية هالقطاعات على الرغم من ما أفرزه يعني فيروس الكورونا من خلينا نقول عوامل سلبية كانت ممكن أن يعني تغير مسار التقدم والتطور في البحرين لولا يعني المواجهة الحقيقة المدروسة للتصدي لهذه الجائحة. نعم، من هي الجهات المستهدفة بالمشاركة في هذه الفعالية وكيف يمكن التسجيل بها؟ نحن نخاطب أولا المواطن حقيقة بحيث أنه نهيئ المواطن للتفاعل، نخاطب أيضا كل القطاعات أو العاملين في القطاع الحكومي بحيث يكون قادر على الاستمرار في أداء دوره كما لو لم يكن الكوفيد موجود، ونخاطب القطاع الخاص بحيث أن يمارس أنشطاته في ظل الظروف اللي أفرزها كوفيد-19. نعم السيد عبيدلي العبيدلي رئيس جمعية البحرين لشركات التكنولوجيا، شكرا جزيلا لك.